الشقيقة والصديقة نائف النازرة التي عرفت بيدنا بالتنمية والتنمية، وأعتبر حضوركم الفعلي في هذا الحدث القارب الكبير من مدينة مراكش رسالة قوية ذات دلالة عميقة من شأنها أن تثري زخما كبيرا على التعبئة الشمولية الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المناطق المتضررة بتجاوز مخلفات هذه الكارثة الطبيعية. حضرة السيدات والسادة، تشكل حوادث السير حسب المنظمة العالمية للصحة ظاهرة تهدد حياة مستعملي الطريق عبر العالم، حيث تعتبر من بين الأسباب الرئيسية لوفيات المصابين بالجروح البليغة، إذ تخلف سنويا ما يقارب 1.3 ملايين قتيل وحوالي 50 مليون من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة عبر العالم. وإذا كانت حوادث السير آفة عالمية، إلا أن عدد الضحايا في دول القارة إفريقيا يقارب حوالي ربع إجمالي عدد الضحايا عالميا، مع العلم أن القارة تتوفر فقط على نسبة 5% من حوادث المركبة على سبيل العالم. كما يعتبر حوادث السير سبب رئيسي لوفيات صفوف الشباب بإفريقيا الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة. وإذا كانت القارة الإفريقية تتقارب بمؤهلات اقتصادية وبشرية هائلة يمكن توجيهها نحو خدمة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن نظام السلامة الطرقية لا يجب أن يؤثر سلبا على هذه الإمكانيات المتاحة، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية وتشجيع جميع المبادرات التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى السلامة الطرقية لقارتها. إن معالجة ظاهرة حوادث السير على صعيد الدول الإفريقي على صعيد دول إفريقيا أقول ليس بمستحيل، بل يمكن تصدي لها على غرار مجموعة من الإشكاليات الأخرى التي أبنت العديد من التجارب الدولية أنه يمكن التحكم فيها بشكل ملموس. من هذا المنطلق يكتسي هذا اللقاء القارئ أهمية بالغة بالنسبة للدول والهيئات المشاركة، حيث يعتبر منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في العالم كذا بين دول إفريقيا في تدبير ملف السلامة الطرقية في جوانبها المؤسساتية والتقنية. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.